اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في حلقه السادسه النهارده. فقرات كتير جدا مهمه بنتكلم فيها عن منتخبنا الوطني، والفقره الاهم في الحقيقه في حلقه النهارده هي الفقره التحليليه للي شفناه امبارح من منتخب مصر قدام نيجيريا، واللي ممكن يحصل خلال الفتره الجايه والمباريتين المتبقيتين للمنتخب في دور المجموعات من بطوله الامم الافريقيه. عشان كده انا معايا اثنين من محللي الكره العالميه، فهم متعودين على ماتشات معينه، على اداء معين، على شكل معين للكوره، يعني بخلاف اللي هم شافوه امبارح في الماتش. فهنتناقش معاهم على اداء منتخبنا المصري بالامس تحديدا. فرحب في البدايه بنادر شبانه محلل الكره العالميه. نادر اهلا بيك منورنا. اهلا بيك يا امير. اهلا بيك. وايضا فاروق عصام محلل الكره العالميه منورنا ومشرفنا النهارده يا فاروق. اهلا بيك يا امير، انا سعيد ان انا معاك. انا اسعد. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. في البدايه عايز اخد رايكم وتقييمكم لمنتخب مصر امبارح قدام نيجيريا والهزيمه مع الرقفه بهدف مقابل لا شيء. بص، قبل ما نتكلم في حاجه، احنا كنا انا وفاروق قبل ما نطلع هوا بنتكلم في ان كل اسباب الهزيمه، فاروق قال جمله ان قتلت بحثا عن الاسباب، وكلنا متفقين ان الاسباب دي كلها بسبب تاليف واضح، يعني تاليف واضح في طريقه اللعب، في التشكيل، في تمركزات اللعيبه، في تغييرات البدلة اللي نزلوا. مش هنتكلم كتير في 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 الروح والعزيمه والاصرار والجرينتا اللي عند المنتخب ما كانتش موجوده امبارح، بس انا مش هقدر اهاجم لاعب او انتقد لاعب، لان في النهايه النظام نفسه كان غلط. ما كانش فيه نظام اصلا، يعني عشان مش هنقول غلط، او هو ما كانش فيه نظام، احنا ما كناش فاهمين هو الراجل عايز يعمل ايه بالظبط، ايه الفكره اللي عنده، يعني ايه الفكره اللي بيحاول يطبقها في الملعب. يعني خلينا نبتدي مثلا بحته ايه، بحته مصطفى محمد كوينج رايت ومحمد صلاح كمهاجم. بالظبط، بتشوفها ازاي؟ دي اللي كنت لسه هتكلم فيها دلوقتي معاك، ان انا اساسا في مصر حاليا في فقر في المهاجمين. حلو. يعني انا ما عنديش في مصر يعني مع احترامي للعيبه اللي بتلعب في مركز تسعه، بس مصطفى محمد ومحمد شريف. ومصطفى محمد راجل بيتالق مع جلاتا سراي، وراس ماله في الحياه ان هو هيدر كويس جوه الصندوق. انا لعبه جناح، يعني انا بتنشا على مهاجم وبحاول احافظ عليه واحوط عليه، او ملعبه جناح. محمد صلاح احسن لاعب في العالم لانه جناح، او ملعبه مهاجم. وبعدين انا بعتمد على ان محمد صلاح بيخترق العمق والكلام ده مع ليفربول، لان ليفربول اصلا بيعتمد بشكل كبير على الضغط العالي، ان هو بيلعب بالزبط. ان اللعيبه ما بتكونش في اماكنها، الخصم بيحاول يوتر الخصم وبيحاول يبرجلهم بالتحركات دي. لكن انا مش هبدا وانا اصلا بلعب بدفاع، يعني بدفاع ورا الكوره، وهلعب محمد صلاح مهاجم يبقى في قلب المدافعين في الاجسام دي كلها، محمد صلاح مش قادر يتحرك. فانا بصراحه يعني دي النقطه اللي انا اكتر نقطه اللي كلنا اتكلمنا فيها، بجانب طبعا محمود حسن تريزيجيه، ان واحد ما بيلعبش بقى له 8 شهور هيجي بلعبه في مركز غير مركزه، ما بيلعبش من 2012 تقريبا نص ملعب، من ساعه ماتش الاهلي والزمالك في 2012 لما تصعد في افريقيا. بس تعال نشوف انت نهيت الماتش ازاي. انت نهيته وانت عندك حوالي 5 أو 6 لعيبه ما بتلعبش في مراكزها، يعني حتى تغييراتك 5 أو 6 لعيبه ما بتلعبش في مراكزها. لا، هو الكارثه كمان بخلاف الحته دي، وهرجع لك فيها واتكلم فيها، بس عايز اروح لفاروق واساله على هل من المنطقي ان انا اكون مسافر بظهير ايمن واحد؟ هتقول لي طب ما هو عمر كمال موجود. طب ما هو طالما موجود عمر كمال وجربه في كاس العرب ولعب كظهير ايمن في كاس العرب، ما لعبوش امبارح ليه؟ معنى انه ما لعبوش انه مش مقتنع بيه، فراح منزل محمد عبد المنعم. اذا في النهايه انت مسافر باكرم توفيق، بس ربنا يشفيه بعد اصابه برباط الصليب. هل ده منطقي ولا ده هدفه ايه؟ يعني ايه الهدف من ورا كده؟ خلينا نتكلم ان احنا قلنا ان البطوله العربيه كيروش رايحها في المقام الاول للتجربه وللاستفاده من البطوله العربيه. حد يقدر يقول لي ايه النتائج الاستفاده دي لحد دلوقتي على منتخب مصر في المباراه دي؟ زيرو. اللعيبه اللي تالقت في البطوله انت ما استدعتهاش، سواء احمد رفعت او حسين فيصل انت ما خدتهمش. بالظبط. الظهير الايمن اللي تالق في البطوله معاك عمر كمال، انت وقت ما احتجته ولازم تدفع بيه ما دفعتش بيه، وجربت لعيب في مركز جديد. فالبطوله العربيه اللي فاتت دي كلها ووقفنا الدوري عشانها وعملنا حاجات تحضير وتجهيزات ما استفدتش فيها بحاجه. قصه محمد صلاح اللي كان بيتكلم عليها نادر، هو خرج في تصريح غريب بعد الماتش ممكن ياثر في الكوتشنج بتاعه كمدرب. هو قال انا عايز ابعد محمد صلاح عن الخط. معلش، محمد صلاح اللي انت عايز تبعده عن الخط هو بيلعب طول الموسم. ده تصريح مضحك جدا. هو بيلعب طول الموسم، هو احسن لعيب في العالم على الخط، بيلعب في الحته دي طول في العالم بشكل عام، لكن هو على الخط هي ده راس ماله. بالظبط. هو بيلعب مع ليفربول في نفس المركز ده. لعمرنا شفنا يورجن كلوب قال في ماتش انا محفوظ بلعب بنفس الشكل، هاجي الماتش اللي بعده اغير تمركز صلاح احطه راس حربه.
الكلام ده خلاص عارف عليه زمن. حتى انتوا اكيد متابعين طبعا ليفربول بشكل مكثف، يعني يورجن كلوب حتى لما بيلعب صلاح كمهاجم بيلعب له اثنين طرفين يساعدوه، يكون ده مكانهم اصلا لما شاكيري قبل ما يمشي مثلا كان ممكن ينزل هو مكان محمد صلاح، محمد صلاح مكان فيرمينو قدام فيلعب على سرعات محمد صلاح لو مثلا ليفربول كسبانه وبتامن شويه فيلعب على سرعات كورتو وكانت بتجيب نتيجه. مين افضل واحد يعمل القصه دي بعد ما خرج اكرم توفيق؟ عمر كمال، لانه عنده النزعه الهجوميه، كان لازم موجود يضغط دايما الجبهه اللي هي كانت مخترقه عندك. ليه؟ لسبب وحيد، لان انت مش حاطط جناح مع الظهير. شفنا دايما، شفنا محمد عمنا في المباراه بيشاور لمصطفى محمد ارجع معايا دافع، لان انا معايا بيميل عليا مهاجم بضطر ان انا ضم عشان اقفل الهاف سبيس ما بيني وما بين قلب الدفاع، فبيبقى ورايا مساحه كبيره جدا استغلها سيمون. فما كانش موجود جناح، كان لازم تقدم لعيبتك تهاجم من الجبهه دي، لان افضل وسيله ان انت توقف فيها جبهه لازم تهاجم عليها، عشان على الاقل الظهير الباك الشمال بتاع نيجيريا ما كانش يتقدم. ما فاروق الكارثه الاكبر ايه بقى؟ ان انت شايف ان دي نقطه القوه عند منتخب نيجيريا، اللاعب ده ها اللي كان بيلعب على اكرم وبعديه على محمد عبد المنعم، بتنزله واحد في مكان مش في مكانه، وكتر خيره بصراحه على محمد المنعم عمل ماتش كبير. دي حقيقه، يعني لما تيجي تقارن ان هو اصلا ده مش مكانه عمل ماتش كبير بصراحه، ومع ذلك بتنزله واحد ما مش 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 عارف الوظائف بتاعت المكان ده ومش حافظها صم. يعني الهدف من كده ايه برضه؟ يعني انا البديهيات مش لاقيينها يا امير، يعني بديهيات الكوره الف ب كوره بندور عليها من 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 اول الماتش لحد اخره مش عارفين نلاقي. يعني الطبيعي الف ب كوره ان انا المهاجم بيلعب مهاجم والجناح بيلعب جناح والباك رايت بيلعب باك رايت. انا يعني لما بقول لك احنا فنشنا الماتش بخمسه مش موجودين في مش بيلعبوا في غير مراكزهم، دي كارثه. يعني صحيفه دسان امبارح كانت بتتكلم على طريقه تشكيل منتخب مصر قالت لك 5-5-0، مش طبيعي يا جماعه احنا منتخب مصر. اصل انت بتتكلم في سيد اسياد افريقيا، الكلام ده والله ما كلام انشا ولا كلام، الارقام هي اللي بتقول احنا اكتر منتخب واخد البطوله، الفرقتين اللي من مصر اكتر فرقتين واخدين بطوله دوري الابطال. فمش طبيعي ان احنا الناس تتكلم علينا كده، احنا مش منتخب صغير، مش منتخب قليل، مش منتخب فقر تجارب. يعني انا اسف يا فاروق. نادر، بدون معطيات كلامك، انت دلوقتي العالم كله بيتفرج عليك بسبب وجود محمد صلاح. العالم كله بيتابع مباراه منتخب، ممكن ما يتابعش البطوله لكن انا هبقى رايح اشوف المنتخب اللي خد محمد صلاح من ليفربول ده بيلعب ازاي او شكله ايه. بالظبط، فكمل كلام. فهو كان الكلام يعني برضو اللي فاروق بيقوله، ان مثلا النهارده ليفربول ايكو للصحيفه الاقرب لنادي ليفربول كانت كانوا عاملين لايف للماتش، عاملين لايف بس عشان خاطر صلاح، عشان محمد صلاح. عاملين لايف وبكتابه يعني اتكلموا عن الماتش وقالوا ان من ابرز اللعيبه اللي ظهرت كان احمد السيد زيزو وقدم مستوى جيد والكلام ده كله. فده دي حاجه من الحاجات ان انا لما بتفرج على منتخب مصر كل اللي حوالين محمد صلاح بيتنجموا. والشيء بالشيء يذكر، في حاجه عايز اتكلم فيها وهي وجود محمد صلاح مع منتخب مصر. مع كامل الاحترام لمحمد صلاح، وممكن الناس تتريق عليا اللي انا بقوله، بس محمد صلاح عبء من غير ما ياخد باله. يعني هو الراجل اكيد صلاح إيه؟ عبء من غير ما ياخد باله، بمعنى عبء على منتخب مصر من غير ما ياخد باله. هو الراجل طبيعي اي 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 فريق او اي منتخب في الدنيا، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي في البرتغال او في الارجنتين، طبيعي ان كل اللعيبه بتعتمد عليهم هم. بس في حاجه ان انا هو محمد صلاح اكيد نفسه متضايق من حاجه زي دي، ان اللعيبه بتدور عليه انا امبارح يا امير في كورتين في الدقيقه 67 ايمن اشرف كره بتتلعب له على في الباك، صلاح جري وعدى من اثنين اما عملها له ثرو. ايمن اشرف لو عمل الاوفر في اثنين متمركزين صح جوه منطقه الجزاء، هو دور على صلاح ولعبها له لتحت زي كره سيد معاهم كده مع محمد شوقي قدام البرازيل. عامل المدافع واخدها وطلعوا بهجمه. بعدها احمد سيد زيزو في كره رايح او حجازي ومحمد صلاح ممسوك من اثنين والناحيه الثانيه الجناح فاتح. لو عملت الكره فوق خلاص انا اديت الجناح ده في مكان فاضي هيقدر ياخد فاول، هيقدر يعمل اوفر. دلوقتي صوره سان وكلامها على الماتش امبارح اتفضل. بس نلعتها برده لمحمد صلاح. فبقيت بالتالي بقى محمد صلاح بيحاول ياخد الكوره وبيحجز، بقى كلنا ورا الكوره. دي جزئيه مهمه انت اتكلمت فيها مع تحفظي على كلمه عبء. هو مش بمزاجه والله يا امير، مش بمزاجه يعني، مش محمد صلاح. بس اكبر دليل على ان كلامك صح بخلاف كلمه عبء ان مدرب نيجيريا بعد الماتش طلع قال لك ايه، منتخب مصر بيلعب بطريقه واحده بيدور على صلاح ويلعب له الكوره، واحنا مسكنا صلاح فقتلنا منتخب مصر. ده فعلا اللي حصل. دي حقيقة. لكن هو صلاح، ما هو صلاح هو اللي كان موجود مع مصر ايام مستر كوبر تمام، وكانت خطه الناس اللي بتتكلم ان هو باصي لصلاح. بس كان في اختلاف بقى في السيستم، كان في ايوه في اختلاف ديزا صن
ويعني كلامها على كيروش امبارح ومباراه مصر ونيجيريا اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي. بخصوص السيستم يا امير، انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، اللي يمكن الاختلاف اللي موجود مع هيكتور كوبر كان وجود صانع لعب. كارلوس كيروش مدرب واضح ان انا جايب مدرب كبير عشان يقدر يكون عنده المرونه التكتيكيه تمام ان هو يطوع الفرقه على حسب الامكانيات اللي موجوده. هتكلم في النقطه دي بقى بتفاصيل اكتر، وهنتكلم كمان على ايه اللي هيحصل الفتره الجايه او ايه اللي مطلوب من مستر كارلوس كيروش في مباراه غينيا بيساو ومباراه السودان. بس هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل مع نجومنا النهارده. يلا بينا. كنا بنتكلم مع فاروق قبل الفاصل على سيستم لعب كارلوس كيروش وطريقه 4-3-3 وان هو كان حابب يجي يطبقها. يا فاروق، وجهه نظرك في الطريقه دي ايه؟ وهل من المفترض او من الضروري تغيير طريقه اللعب فيما تبقى من مباريات المنتخب الفتره الجايه؟ اكيد خطه او طريقه لعب 4-3-3 هي خطه ناجحه مع مدربين كتير، وما نقدرش نشكك في خطه اللعب، لكن احنا نشكك في خطه اللعب هل هي مناسبه لامكانيات الكوره في مصر ولا لا. هل المدارس الكوره في مصر بتتلعب ب 4-3-3؟ مين فرق في الدوري بتلعب 4-3-3؟ هل تقدر تذكر فرق في الدوري بتلعب 4-3-3؟ مفيش. كل الفرق اغلبها بتلعب 4-2-3-1. مستر الاهلي 3-4-3 3-4-3، ودي خطه برضو ممكن الاعتماد عليها في منتخب مصر. انا اقصد ان انت كمدرب كبير ما ينفعش تبقى عندك قالب معين هطوع فيه اللعيبه، احط تريزيجيه لاعب ثالث في نص الملعب. طب ليه عندي عبد الله السعيد، عندي مجدي قفشه، اثنين من افضل صناع اللعب في قاره افريقيا، مش هلعب بصانع لعب فمش هاخد مجدي قفشه واخلي عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء. الظروف اضطرتني في المباراه ان انا الظهير الايمن الوحيد اللي معايا الجاهز اتصاب، ليه ما اقدرش العب بثلاث مدافعين؟ لان انا ما غيرتش كارلوس كيروش طول الماتشات اللي فاتت دي، ما غيرش الخطه، ما غيرش اسلوب اللعب، ما طوعش اللعيبه على اسلوب لعب تاني مختلف. لو احتجته في بطوله الامم في ماتشات زي دي اقدر العب بيه. المباراه كانت بتقول ان انا كان لازم العب بثلاث مدافعين واحط احمد سيد زيزو مكان اكرم توفيق. أيوة. العبه وينج باك. الظروف حكمت عليا كده طبعا، الظروف حكمت. ده هيساعدني في محمد صلاح ان هو هيبقى الجناح اللي انت عايزه، ان هو موجود دايما للداخل، لان وراه احمد سيد زيزو موجود وينج باك وموجود ثلاث مدافعين بيغطوا لك. ان هو كان ممتاز امبارح بصراحه، ما شاء الله عليه كان ممتاز. وتاخر تغييره جدا، اتاخر تغييره جدا. فانا ما عنديش القماشه اللي تخليني العب 4-3-3، لازم اغير. وانا اتمنى في المباريات القادمه للمنتخب هتبقى مغامره، لان انت الماتشات الوديه اللي كانت قبل كده او في بطوله العرب ما جربتش 4-3-3، بس اتمنى ان انت تغير اسلوب اللعب. خلاص قصدك 3-4-3؟ ما جربتش غير 4-3-3. فانت لازم حتمي دلوقتي ان انت تغير. اعتقد ان 4-2-3-1 هي انسب طريقه انت تلعب بيها، خصوصا ان الماتشين بتوع غينيا بيساو والسودان يعتبروا في المتناول المفروض، يعني بما اننا بنتكلم عن منتخب مصر على الورق في المتناول. بالمنظر بتاع امبارح ده لا، مش في المتناول، لكن على الورق هم ماتشين تقدر تعديهم بسهوله جدا جدا جدا. فبالتالي يا نادر، انا يعني امبارح انا كنت مضايق بعد الماتش زينا كلنا كنا مضايقين بعد الماتش. فقعدت افكر طب الحل ايه؟ اكرم وقع مننا وفتوح وقع مننا، ها هو مش واخد بديل لاكرم طبعا، حتى لو عمر كمان ما لعبوش. وايمن اشرف بقاله كذا سنه بيلعب مساك وهو بصراحه ممتاز فيها اكتر من باك ليفت. انا بقول لك بصراحه مؤخرا فعلا خلاص ايمن اشرف على المركز ما عندوش السرعات في مركز الظهير الايسر، لكن كمساك ممتاز، من افضل المساكين في مصر. حلو، فقلت نلعب 3-4-3 ونحط حمدي كاقتراح من واحد مصري مشجع مصري. حط حمدي فتحي اللي بيجيد في المركز ده مع موسيماني مع الونش وحجازي، وتحط زيزو يساعد صلاح كظهير ايمن تمام في خطه 3-4-3، وايمن اشرف بواجبات دفاعيه في كظهير ايسر. الكلام اللي بقوله ده ينفع مع توظيف مصطفى محمد صح في مكان دي النقطه، ها ممكن الكلام ده توزع اللعيبه صح في اماكنها، ده رقم واحد. تمام. انك تحط اعمل الف ب وبعد كده بص على باقي الحروف، مش عايز اكتر من كده. حلو، دي حاجه. تاني حاجه، في اللي انت بتقوله امير شبيه شويه لكارلوس كيروش، عمل ده قبل كده مع منتخب كولومبيا. كان عنده في وسط الملعب كان بيلعب بخوان كوادرادو اللي هو باك رايت في يوفنتوس، او كان جناح، كان بيلعب بيه ثالث في وسط الملعب. دي كانت تاليفه بس كانت صح، كانت بتساعده في بعض الاحيان. وكان بيلعب في الهجوم لويس موريل وراديميل فالكاو ومارتينيز اللي كان بتاع نابولي، ثلاثه مهاجمين تسعه. بس كان بيعمل ايه بقى ساعتها؟ علشان كانت في الحاله الهجوميه يبدا يتحرك كوادرادو ويطلع على اليمين يبقى مهاجم رابع، ولما يجي لما يجي كوادرادو في الحته دي ويعمل العرضيه بيبقى في ثلاثه او اثنين متمركزين جوه منطقه الجزاء تسعه بالظبط في الحاله الهجوميه. فبتعمل كثافه عدديه في منطقه بالزبط. الجزاء بالظبط. الله يفتح عليك. انا بقى لما جينا كيروش جه في مصر انا قلت اهم لاعب هيكون في خطته بعد السوليه احمد سيد زيزو. زيزو في الحته دي هيديك كل حاجه، اوفراته تحفه. هو ايه راس مال زيزو؟ الفنتات والسرعه مع الاوفر.
احسن لاعب جناح بيعمل اوفر في مصر يعني ومتكون في اوروبا. زيزو اصلا متكون في اوروبا بدنيا ما شاء الله عليه. امبارح كذا كوره بدنيا بتفوق على لعيبه نيجيريا. لا وعنده سرعه حتى في الكوره في الستارت بتاعه كمان. مش لعيب كسول حتى على يعني حتى لو الكوره بعيد عنه زيزو هيحاول يجيب منها حاجه. بالظبط. فانا زيزو هو ال 3 4 3 اللي بتتكلم فيها امير دي هيكون اهم لاعب فيها هو زيزو. بمعنى ان لو زيزو لعب تاني في نص الملعب او لعب باك اللي هو يعتبر جناح بمواصفات الباك رايت اللي هو الظهير الوهمي يعني. أيوة. زي ما بيقولوا في 3 4 3 هيأدي فيها 100%. بس انا شخصيا ما اعتقدش ان كيروش هيعمل كده. مش هيعمل كده لان هيكابر هيفضل مكابر ويلعب ب 4 3 3 حتى في ظل الاصابات اللي تعرضنا ليها. مش انا الحقيقه على ما سبق هو مفيش في ماتش ما كبرش. حتى امبارح لما شفنا التشكيل قلنا نوعا ما منطقي. بس على ارض الملعب الموضوع كان مختلف يعني. اللي على الورق انا وانت وفاروق وغيرنا بنتكلم فيه اي مشجع عادي ما بيعملش اي حاجه غير يتفرج على ماتشات منتخب مصر. الطبيعي جدا على الورق ده المنطقي. لما جه اشوفه في الملعب غلط. التوظيف غلط. مصطفى محمد جناح يمين ومحمد شريف جناح شمال. مصطفى محمد جناح يمين يا فاروق قلت يمكن اللعب اكبره ان هو يروح بس في اللعبه دي هنا كده اللي هو تبادل مراكز لحد ما الكره تعدي عدى 32 دقيقه تبادل مراكز شوط كامل ده قعد على طول. قلت ايه ده؟ لا في حاجه غلط. فهل انت متوقع برضو ان كيروش يكابر ولا ممكن يضطر ان هو يغير طريقه اللعب فبالتالي يجد حلول للغيابات اللي تعرضنا ليها وخصوصا ان هو مسافر برضو بعدد قليل مش عايز يستخدم اللائحه خالص يعني يبدل في اللائحه تعرفش ايه. هل تتوقع ممكن يغير؟ حتى لو غير هل من الصح ان انا اغير طريقه لعب والمنتخب ما لعبش بيها شهور ويمكن اكتر من سنه المنتخب ما لعبش بطريقه لعب مختلفه عن 4 مش صح. فانا هضطر ان انا اعاند وهو مدرب احنا شفناه خلاص الكبر ده عنده والعناد واضح فهو هيضطر يمسك في اسلوب لعبه لان هو شايف ان هو هينجح اسلوب اللعب ده. فهيضطر انا ما عنديش مشكله في 4 3 3 بس فين شخصيه المنتخب المصري؟ بالظبط. انت بقالك فتره طويله جدا لما بتواجه الفرق الكبيره بتسيب لهم الكوره. ايوه. وبتقف في مناطق كل لعيبتك ورا الكوره بتستنى ان انت هجمه مرتده تيجي سريعه سواء بقى صلاح تريزيجيه او اي لعبه. ده مش صح. احنا طول عمرنا كمنتخب مصر بنلعب كوره كويسه كوره الفعل مش رد الفعل. بالظبط. بيبقى شكلنا حلو في الملعب. وعلى اي منتخب يا فاروق؟ طبعا على اي منتخب احنا كنا بنعمل الكلام ده؟ وهل قدام غينيا او السودان لما الكوره تبقى معاك هل هتلاقي نفسك وهل هتقدر تلعب بقى الكوره الكويسه؟ ما اعتقدش لان انت خلاص عودت نفسك وعودت اللعيبه ان هم هيبقوا رد فعل في المباريات الكبيره. فانا بلعب راس مال المرتدات. انا متحمس جدا اشوف الماتشين الجايين واشوف تغييرات. لازم لابد من وجود تغييرات خصوصا في اسلوب اللعب. الرزونامة اللي اتغيرت بسبب فيروس كورونا هل أثرت على التخطيط؟ احنا بنحاول نلاقي مبرر يعني. هل أثرت على التخطيط بالنسبة للكرة المصرية واختيار المدرب الصائب اللي يقدر يثبت طريقة لعب معينة اللي يقدر يحاول ان هو ينقل المنتخب في حتة تانية؟ الظرف ده أثر على الخطة المستقبلية لمنتخب مصر ولا مفيش عذر؟ بالنسبة لي شايف ان هو بتصريحاته قال ان بطولة العرب كانت بطولة تجريبية. حلو. فانا اهو يعني انت بتتكلم لو احنا انت بتقول رزنامه ماتشات في ضغط ماتشات. انت معاك بطوله العرب اعتبرتها انت بنفسك بلسانك ان هي بطوله تجريبيه بمعنى ان هي بطوله وديه فانت بتجرب فيها اللعيبه. كل اللي جربه في بطوله العرب ما عملش بيه. يعني كل الحاجات اللي جربها في بطوله العرب اللي احنا خدنا فيها مركز رابع ما عملش بيها في اهم ماتش في امم افريقيا. انت بتلعب نيجيريا اللي هو اهم فريق في في المجموعه طبعا. بتاعتك وطبيعي ان اول ماتش انك لازم تكسبه عشان ما تكونش تاني وتخش في حسبه بقى الجزائر والمنتخبات الثقيله دي ما عملش بيه. فانا لا شايف ان ده يعني العذر ده بصراحه انا مش هقدر اختلقه له يعني. هو في الاول وفي الاخر كل اللي كان الدوري متوقف له من يوم 27 من قبل 27 كمان. فانت معاك رغم كده طلع في تصريحاته قال لك انا ما طلبتش ان الدوري يتوقف من قبلها وطلبت المباراه تتلعب. مفيش عشوائية يعني عشوائية كانت واضحة جدا. دي واضحة اقول لك حاجة يا امير دي واضحة بسبب ان هو راجل جاي واضح كده انه جاي عشان مبارتين يعني. هو تصريحاته كلها بتقول انه جاي عشان مبارتين. هو قال لك اصل هو بيقول كده عشان يرفع الضغط وما بينه وما بين اللعيبة. لا هو عايز البطولة. لا ده كان مش بعدين اسلوب قديم جدا كابتن جوهري عامله في 98. هو كل حاجة عنده قديمة. هو واضح ان هو مدرب قديم وواضح ان هو الناس اللي بتتكلم احنا يعني احنا الفترة اللي جاية عايزين يعني مش عايزين نذبح المنتخب لان هو في مباراة طبعا لسه في مباريات جاية نتمنى بقى ان هو بس بص يا فندم يعني بدون قطع كلامك احنا لازم نحط كده ايه سبوتات على النقط اللي هي محتاجه تتعدل نحاول نصحح نحاول نلفت النظر ليها يمكن الراجل مش واخد باله. وبعدين دور المساعدين المصريين اللي معاه مهمه قوي قوي قوي. هو بيسمع المساعدين. ما هو ده بتشوفه بيروح لكابتن ضياء السيد بيتكلم معاه. لا هو مع وزير دي ساده اللي هو المدير اللي هو المدرب بتاع جنوب افريقيا
بيتكلم معاه شويه. ولو عايز يعترض على الحكم بيقول لك كابتن وائل جمعه الحكم الرابع، اتكلم مع الحكم الرابع بس يعني خلينا لكن الاثنين المساعدين اللي موجودين المصريين ما بشوف لهمش اي تدخل بصراحه، مع انهم اسماء تقيله يعني كابتن ضياء سعيد اسم تقيل، كابتن محمد شوقي. النقطه دي ان اسمائهم الثقيله دي علشان كده عارفين انا موجوع قد ايه باللي حصل امبارح، لذلك هم كيروش نفسه ما اعتذرش عن اللي حصل امبارح. يعني ما طلعش قال يا جماعه انا اسف، انا تعال نقارن بقبلها بساعتين لما الجزائر اتعادلت 0-0 مع سيراليون. جمال بالماضي طلع قال لك ايه، اعتذر للشعب الجزائري ورغم ان الجزائر مضيعين حوالي 30 فرصه. حارس سيراليون احسن لك، هو قال لك لا. طلع مين اللي اعتذر؟ كابتن وائل. كابتن وائل بالليل امبارح فاهم قصدي ايه، وقال لك الحكم ما اداناش ضربه جزاء. هي ضربه جزاء صحيح مفيش مشكله، بس مش هي دي المبرر. بس مش كل ما تخسر، ما انت خسرت من تونس وقلت الحكم، الحكم ماله في ماتش تونس يعني. انا عايز اتكلم معاكم بقى على الارقام الخاصه بمباراه امبارح، هروح بس فاصل سريع، وكمان هسالكم على اهميه عوده السوليه ان شاء الله باذن الله في المباراه اللي جايه، لانه محور مهم جدا في وسط الملعب. بعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل خاصه بمباراه مصر ونيجيريا وازاي نستعد للمباراه المقبله امام غينيا بيساو. اهلا بحضراتكم من جديد. عايزين نتكلم شويه على الاحصائيات الخاصه بمباراه الامس، لان الاحصائيات دي اكيد بتديك مؤشرات مهمه قوي، تعرف انت واقف فين، وتعرف مستواك اخباره ايه، تعرف اشتغلت تكتيكيا وفنيا صح ولا لا في الملعب، رغم بخلاف ان احنا من غير ما نشوف الاحصائيات احنا عارفين احنا اشتغلنا ازاي للاسف يعني الشديد. فانا هستغل تواجد فاروق ونادر معايا النهارده ونشوف احصائيات مباراه مصر ونيجيريا امبارح. بتشوف الاحصائيات ازاي، خصوصا ان هي يعني بتدي مؤشر للاسف سيء جدا جدا على الشغل والترتيب والتحضير ما قبل هذه المباراه كمان؟ احنا لو جينا بصينا على الارقام هنلاقي ان الفرص اللي اتيحت لمنتخب مصر فرصتين بس. اكيد منهم اللي بتاعت محمد صلاح اللي هي الانفراد اللي كان فيها سوء تصرف، مثلا مصطفى محمد في الشوط الاول شاطها من الشوط اللي كان اللي هي مجهود فردي اساسا. مصطفى محمد عرف يخترق ومجهود شغل فردي اتعمل. مفيش جمله واضحه احنا رحنا من خلالها ان احنا نهدد مرمى نيجيري. من ضمن الحاجات برضو ان احنا عاملين 490 تمريره، هم عاملين 389. نسبه التمريرات الصحيحه 402، هم 410. تمام. في التمريرات بتاعتنا دي بقى كلها كانت فين؟ فين بقى؟ هقول لك بقى، هتلاقي ان الشناوي عامل 29 تمريره منهم 26 تمريره صح. يعني الشناوي من افضل اللعيبه اللي في منتخب مصر امبارح مررت اللي هو حارس المرمى، اللي هو حارس المرمى اللي هو الحمد لله لعب في مركزه بس عشان هي دي النقطه، ان عشان لعب في مركزه. نيجي بقى نبص مع كامل الاحترام لشخص النني. النني امبارح عامل، انا مش متذكر قوي، عامل حاجه و70 تمريره. تمام. نسبه تمريراته قد ايه؟ 35 تمريره صح، النص. الشناوي فرق 3 تمريرات. لك أن تتخيل أن محمد الشناوي ممرر أكتر من محمد النني بنسبة تمريرات صحيحة. فده خليني برضه أخد من كلامك يا نادر أن هو مش هنقدر نعيب في النني أنه هو لعيب في أرسنال ما بيعرفش يباصي. لا، هو النني بيعرف يباصي، بس هي الفكرة في حاجة. الفكرة أن المدرب مش مديله قدامه زوايا تمرير كويسة يقدر يلعب فيها. نص ملعبنا فيه عشوائية كبيرة مش مخلية اللعيبة تقدر تمرر بشكل كويس. في هجمه مرتده رايح فيها محمد النني، وفي قدام اربع لعيبه من مصر متوزعين غلط. الانتشار بتاعنا سيء جدا، ولو كنا بنتكلم على الكره الثانيه فمنتخب نيجيريا لو كان معانا الاحصائيه بتاعه الكرات الثانيه هو متفوق علينا بشكل كبير جدا في الكرات الثانيه. والكرات الثانيه دي الفريق اللي بيتفوق فيها هو الفريق الاكثر انتشار، يعني انتشاره اكثر جوده في الملعب. فنيجيريا كان انتشارها بالظبط. فاحنا عندنا مشكله في فتح زوايا التمرير اصلا للعيب. لعيب زي النني ما ينفعش يبقى نسبه تمريراته حاجه و50% او 60%. ده لعيب في ارسنال، لعيب في الدوري الانجليزي، لازم تستفيد من وجوده في وسط الملعب، لازم يتاح ليه زوايا تمرير بشكل صح. عندنا مشكله واضحه جدا في خطه اللعب. نتمنى ان احنا نشوف تغيير في الشكل اللي حصل، وتغيير في الاخطاء اللي كانت موجوده في الملعب. طب فاروق، ارقام زيزو مثلا في ماتش امبارح، لان زيزو كان نقطه تحول شويه نوعا ما في اداء منتخب مصر، الاداء الخاص بالجماعه كلها او بالمجموعه كلها. فزيزو كان مهم، بتشوف ارقامه ازاي زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه؟ يمكن كان هو من افضل اللعيبه اللي لعبت، قدر يصنع فرصتين. وكان الغريب بالنسبه لي ان هو رغم صناعته للفرصتين هو خرج مصطفى محمد لما نزل زيزو، ما حدش فهمها يعني. انت بعديها كان في عرضيتين جوه المنطقه ملعوبين بشكل كويس جدا، لكن ما كانش فيه راس حربه، فالعرضيتين راحوا عليه. ده اللعب بدماغه زي مصطفى محمد، كانت غريبه جدا. صوب تصويبه واحده على المرمى، تمريراته الصحيحه نسبه 65%. عمل تمريرات بينيه، تمرينتين منهم تمريره ودت محمد صلاح وجها لوجه مع حارس، لكن كانش فيه توفيق شويه من محمد صلاح في نهايه الهجمه. المراوغات مراوغه واحده خطا، واربع مراوغات صحيحه. فكان من اللعيبه اللي
تألقه في المباراة، واعتقد ان هو لازم يبدا بقى، والا هيبقى في تأليفة جديدة لو زيزو ما بداش المباراة اللي جاية. واحنا اتعودنا على كده بقى، تعودنا ان يبقى في تأليف جديد يعني. اتعودنا احمد رفعت بينزل ضد الاردن بيجيب هدف وبيصنع هدف وبعد كده ما بيلعبش يعني. بيعاقبه بيكافئ اللاعب ان هو يقعد بديل بيريح. فهنشوف المباراه اللي جايه ونتمنى ان هو ما يقلبش ونتمنى ان هو يلعب طيب. بالحديث برضو انا معايا احصائيات لمباريات مختلفه في بطوله الامم الافريقيه، وهاخد منكم تعقيب على مستوى البطوله حتى الان بس في النهايه يعني. لكن بالتحديد وانا بتكلم على مباراه مصر ونيجيريا، هل نيجيريا هي اللي كانت حلوه قوي ولا احنا اللي كنا وحشين قوي يا نادر؟ منتخب نيجيريا انا متوقعش ان هو يظهر بالمظهر ده قدامنا. يعني عارف يا امير، اول ما احنا تاهلنا تصفيات كاس العالم كنا معظم الناس كانت بتتكلم ان احنا يا ريت نقابل نيجيريا او تونس، اكيد مش زي السنغال، مش زي الجزائر، تمام، زي المغرب، زي المغرب. الجزائر، نيجيريا وتونس هم اخر ماتشين انت لعبهم. تونس في البطوله العربيه خسرت منها، وخسرت منها، وجيت لعبت نيجيريا وخسرت منها. قد يكون ان في البطوله العربيه ممكن ما نتكلمش كتير عن الشكل عشان الفريق، بس انت لعبت قدام نيجيريا بالفول سكواد بتاعك، بالسكواد اللي انت ممكن تلعب بيه في شهر 3 في المباراه الفاصله اللي هتاهلك لكاس العالم. منتخب نيجيريا بقى ما لعبش بالفول سكواد بتاعه، رغم اللي عمله ده ما لعبش بالفول سكواد بتاعه. ناقص اوسيمين وناقص دينيس. دينيس اوسيمين دينيس هداف واتفورد، احد ابرز اللاعبين في الدوري الانجليزي. والخناقه يعني كلها كانت عليه طبعا. تعال نشوف ايهاناتشو اللي هو جاب فيك الجول واللي خد احسن لاعب في الماتش، لاعب ليستر، ثالث مهاجم في ليستر سيتي. بعد هطلع احتياط فاردي وبعد اللاعب الزامبي ده جاله كمان من هدافين البطوله 2019 اودين وجال مهاجم الشباب السعودي مش موجود في البطوله بالظبط. فاحنا بنتكلم مش بنتكلم فلوس سكواد بقى بتاع نيجيري، بس الفكره كلها انك انت سلمت نفسك، انت دخلت الماتش سلمت نفسك لمدرب نيجيريا. وخد بالك كمان ده المدرب نفسه مؤقت يعني، مدرب نيجيريا مش هو روهر، والمدرب بتاعهم هيكون خوسيه كاسير. احنا بنلعب خيال نيجيريا، احنا لسه ما لعبناش نيجيريا يعني. انت بتتكلم فعلا والله منتخب نيجيريا نفسه يعني انا ما حسيتش ان انا اقدر احكم عليه، اللي هو ايه يا عم طب هروح بهجمه واحس من خلالها ان انا المدافعين دول وحشين. انا ما جربتش على الحارس، هل تفتكر الحارس حارس المرمى بتاعهم حلو ولا وحش؟ ده ما تقدرش تحكم، ما تقدرش تقيم بالظبط، انا مش قادر اقيم ده. هنشوف نيجيريا مثلا الماتش اللي جاي، وبرده الماتشين اللي جايين في المتناول سهلين بالنسبه لنيجيريا يعني. بس انا مش عايزين نبالغ قوي في منتخب نيجيريا ده. وفعلا انا لسه عند رايي ان احنا لو لعبنا منتخب نيجيريا في التصفيات المؤهله لكاس العالم هو المنتخب الـ 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 هو كيروش قالها، قال بعد في المؤتمر وكانه يعني كسب 3-4 يعني، قال انا اتمنى اقابل منتخب نيجيريا في بأماره ايه. طيب مش عارف بأماره ايه يعني. خليني اقول لك على جزئيه مهمه جدا يا فاروق، وانت اكيد يعني مدرك حاجه زي كده. انت ما تلعب تونس وتخسر منها ها فهي بتركبك نفسيا، بتلعب نيجيريا وتخسر منها فبرضه بيركبوك نفسيا. وانت هتقابل الجانب النفسي ده بيبقى مهم قوي، حتى في لعبه الكره في الملعب او الكره في الماتش بالزبط. لما الخصم اللي قدامك تقدر تعدي منه او تعمل حاجه كويسه او مهاره معينه بتاع بيقلق منك، فنفسيا انت بتبقى اعلى وهو الدنيا بتنزل. ده اللي انا بتكلم فيه يا امير معاك، في حته ان انا شخصيتي لازم افرضها في المباراه. ما ينفعش ان انا ارجع ادافع ضد منتخب نيجيريا. لو شفنا ايام الثلاثيه الشهيره مع كابتن حسن شحاته احنا كنا بنقابل منتخبات قويه جدا بس كانت بتنزل مهزومه قصادك. الكاميرون بعنفوانها وقوتها كانت بتخسر 4 قصادك. ليه؟ لان انت خلاص انت بقت معروف في القاره ان انت المنتخب اللي بتستحوذ على الكوره، وانا هنزل قدامك هدافع مش هبغتك في الهجوم، ومعايا لعيبه عندها شخصيه في الملعب، بخش التحم معاك اخد كل كوره، باين عليا الاجريسيف، باين عليا ان انا عايز الفوز. لكن ده احنا ما شفناهوش في المباراه. هل دي شخصيه نابعه من الاجهزه الفنيه اللي مرت علينا اللي تعاقبت علينا؟ ابرزها كوبر، ابرزها هيكتور كوبر اللي كان الوحيد اللي اتعامل صح معاه. ماشي، بس احنا مع مدير فني جديد، هل اللعيبه نفسها هي اللي متاثره بفكر كوبر مثلا؟ ما هو المدير الفني الجديد ولا ده شغل المدير الفني؟ انت تعاقدت مع مدير فني جديد، لو شفناه مع منتخب ايران او المنتخبات اللي ضربها قبل كده هو بيتبع نفس اسلوب هيكتور كوبر او اسلوب قريب منه. انا بسيب الكوره وبلعب على اللعب المرتد. فانت تعاقدك مع المدرب، هل انت درسته كويس؟ هل درست طريقه لعبه كويس؟ هل هو المدرب ده طريقه لعبه هي طريقه اللعب اللي شبه طريقه اللعب اللي انت عايز تطبقها في منتخب مصر؟ طبعا لا. لا انا درست بس حط له شرط جزائي قد كده. شرط جزائي ما اقدرش امشيه في اي وقت، وذاكرته لحد شهر مارس انا ما اقدرش امشيه. اللي هو يعني ايه، انت معانا طب انا همشيك بقى وادفع لك بقى قد كده سنه ونص شرط جزائي، حاجه غريبه جدا. طب هل نقطه الشرط الجزائي دي ما توحيش ليك او توحي للراجل ان هو جاي عشان المباراتين دول بس؟ لا ده اكيد انا حاطط شرط جزائي لحد شهر مارس. طب ده انا جاي عشان شهر مارس، انا جاي عشان مباراتين. الافجع من كده ان يتم الاعلان عنه. يعني انا الكلام ده ممكن اقوله في وقت بس مش دلوقتي
يعني انت يعني بتشوف ان تصريح عضو اتحاد الكره ما كانش المفروض يتقال، مش موافق. انا عمري ما شفتها في, في في يعني انا متابع كوره بقالي سنين، عمري ما شفتها في العالم ان عضو من اتحاد الكره اللي احنا اصلا ما بنعرفش اساميهم من كتر لان الناس ما بتتكلمش لان ده مش دورهم بره، اتكلم وقال ان الشرط الجزائي في عقد المدير الفني اللي عندي كذا. احنا لقيناه كذا. يعني احنا لقيناه كذا بالظبط، يعني مش بتاعتنا يعني. وفي نفس الوقت تلاقي الناحيه الثانيه رد من وزاره الرياضه ان احنا ما نعرفش حاجه عن الموضوع. يا جماعه طب ما احنا، طب انت ليه من الاول اصلا علمت عن ده؟ او انت ليه قلت ده؟ انا ما سمعتش الحقيقه الكلام، طبعا شفت تصريحات بس وما اعرفش السياق كان ماشي ازاي، بس انا بتكلم بناء على اللي انا قريته. انا شايف، انا شخصيا يعني شايف ان لا ما كانش اتفقنا واختلفنا على قيمه الشرط الجزائي، او بغض النظر عن قيمه الشرط الجزائي، التوقيت بس اللي هو ما كانش ينفع تقول كده، ما ينفعش دلوقتي. معاك معاك بس معاك. طيب خلينا نتكلم بقى ونحاول نكون متفائلين شويه في الفتره اللي جايه. ماتش غينيا بيساو يوم السبت باذن الله 1-1. عندك واحد زي تريزيجيه لعيب عالمي، لعيب كبير جدا، بس انت استخدمته في توقيت غلط، بمساحه غلط، في مكان غلط، كل حاجه غلط. انت اثرت على نفسيه تريزيجيه زي ما اثرت على نفسيه المنتخب كله، وبقى عنده احباط. وده برضو معادله تانية، او دي معادله تانية هتحاول تشتغل عليها، ان انت ازاي تهيئ اللعيبه نفسيا للي باقي من البطوله. تمام. فانت ازاي بتفكر مثلا يا فاروق ان تريزيجيه يكون ليه دور مع المنتخب؟ هل يبتدي بيه الماتش الجاي، ولا مع عوده السوليه واهميه تواجد السوليه في الملعب ممكن يكون تريزيجيه ورقه بالنسبه لك تقدر تستخدمها في مكانها عشان يديك الاضافه اللي انت مستنيها؟ انا شايف انه هل عمر مرموش تجربه جديده، هو لاعب واعد ولاعب كويس وكل حاجه، بس هل هو احتك باللعيبه الافارقه او ليه خبرات مع الماتشات الكبيره اللي زي دي؟ ملوش خبرات. فانا اديله الخبرات دي جزء فجزء، ما ينفعش ان انا انزله لعيب اساسي واعتمد عليه وارمي عليه المسؤوليه بشكل كبير. فانا في رايي ان عمر مرموش يبقى ليه جزء في الشوط الثاني. مين يكون مكان عمر؟ تريزيجيه طبعا، تريزيجي يرجع مركزه ثاني لانه خلاص لعيب. طب النقطه اللي بيتكلم فيها المصريين كلهم دلوقتي، يقول لك ان تريزيجيه بقى له 8 شهور ما بيلعبش كوره، ولو اخر مره لعب مع استون فيلا نزل 10 دقائق، فمش واخد حساسيه الماتشات. حتى الناس امبارح لاحظت ان في حته كده الله اعلم يعني كانت حقيقيه ولا لا، لما الكاميرا جت عليه تحس ان في كرشه نفس. نتفرج عليه قدام غينيا في مركزه، لما تيجي تلعب كده بعد فتره تحس انت مش قادر تاخد نفس. هقول لك يا امير، انت لو لاحظت تريزيجيه في بدايه المباراه كان بيتحرك بشكل دائري كده غريب جدا في نص الملعب، ضيع مجهود كبير. الراجل احنا يا جماعه معانا لعيب كبير جدا طبعاً. احنا اللي هنوظفينه غلط، نحطه في مركزه في ماتش غينيا ونشوف هل تريزيجيه فعلا مش في فورمته ولا لا، لان احنا ما نعرفش نقول تريزيجيه في فورمته او لا. احنا يعني ولا مصطفى محمد هل هو في فورمته ولا لا، ولا صلاح، ولا صلاح الاثنين اللي نقدر نقول ان هم في فورمتهم الشناوي وزيزو طبعا. فيما عدا ذلك انت مش قادر تقيم حد. ففي ماتش غينيا لاعب اللعيبه في مراكزها الاساسيه، تريزيجيه في مركزه وصل كاس عالم مع محمد صلاح، وعمرو السوليه هيرجع خلاص، يبقى هو الثالث مع النني في وسط الملعب، ومعاهم حمدي فتحي اللي اتمنى يكون موجود في المباراه دي، لان احنا ما نقيسش مباراه نيجيريا ونحكم على لعيب من اي لعيب موجود من ال 11 على مباراه نيجيريا، لان الظروف كلها والمناخ بتاع المباراه ما كانش بيخلي اللعيب يدي اي حاجه عنده. حمدي فتحي انا شفته من نجوم المباراه، رغم ان هو كان ليه اخطاء بس كان من نجوم المباراه، وقدر يعمل كذا تغطيه كويسه جدا في مركزه، لكن هو لقى لعيبه الوسط اللي حواليه مش مساعدينه في التغطيات في التمرير، فده ما نقدرش نحكم على حمدي فتحي. فاتمنى ما يكونش في اي تاليف، يبقى حمدي فتحي معاه النني معاه السوليه، وقدام تريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد راس حربه، دي التشكيله المعروفه لو انت هتلعب 4-3-3 لو مصمم على طريقه اللعب بالظبط. طيب نادر، هو عيب ان انا العب بليبرو؟ لا طبعا، يعني هي طريقه ناس كتير الناس بتقول اتلغت، بس لا. هي معانا احنا، لا جبنا بيها ثلاث بطولات افريقيا ورا بعض، جبنا بيها ثلاث بطولات، ومؤخرا بدات تظهر في اوروبا، ابتدت تظهر تاني بدليل أوروبا مثلا نفسها. حمدي في اوروبا بالظبط، داري حمدي فتحي مثلا مع الاهلي بيجيبها بشكل ممتاز، هاني سعيد في عزه، ابراهيم سعيد في عزه، وائل قباني في عزه، وعماد النحاس في عزه. ايوه بالظبط. فعندك اسماء كبيره جدا، هل عيب ان احنا نرجع نلعب بثلاثه ورا؟ لا ما اعتقدش. لا بص، امير فاروق قال حاجه في الاول، قال لك مين في مصر بيلعب ب 4-3-3 عشان هو يلعب مفيش. حلو، تعالى نرجع كده لمنتخب المانيا في كاس العالم 2014 لما بيب جوارديولا كان مدرب لبايرن ميونخ. جوارديولا كان بيلعب فيليب لام اللي هو حياته كلها باك رايت، لعبه في وسط الملعب بالظبط. قام جاي واكيم لوف عامل ايه في البطوله دي؟ لعبه في وسط الملعب. ليه؟ انا ببص الدنيا بتبقى ماشيه ازاي في اللعيبه دي بتلعب ازاي، وفي اماكنها ماشيه ازاي، وبتتالق في المكان ده ولا لا. بغض النظر هو ساعتها نجح في ده او لا، بس احنا بنتكلم ان انا بقيس على اللاعب اللي بيلعب قبل ما يجي التجمع بتاع منتخب بلاده، بيلعب مثلا شهرين او ثلاث شهور
بسيستم لعب معين وفي مكانه وفي مركز طبعًا معين. طبعا الكلام ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، ان حمدي فتحي، اخد من كلامك ومن كلام فاروق، ان حمدي فتحي لو لعب في مكانه اللي تالق فيه السنه دي مع الاهلي واستعاد مستواه، ان احنا لو جينا شفنا حمدي فتحي الموسم اللي فات في اخر الموسم كان شويه بعيد عن مستواه، كان لسه راجع من الاصابه اللي كانت مع المنتخب وكلام من ده، كان فتره هبوط وصعود في اداء اي لاعب في العالم. فحمدي السنه دي استعاد مستواه لانه لعب في مكان فعلا بيتسو موسيماني اختار المكان الانسب ليه علشان يستغل الثلاثه بتوع نص الملعب. حاجه تحسب طبعا لبيتسو، حاجه تحسب للمدرب، محقق نجاحات كبيره جدا باسلوب لعبه معين، ولقى ان هو ممكن يبقى محفوظ بشكل ما، او يبقى او الامكانيات اللي معاه تساعده ان هو يلعب بخطه ثانيه، فانا هغير اسلوب لعبي من بدايه الموسم عشان اقدر الاعب حمدي فتحي مع السوليه مع ديانج الثلاثه بتشكيله واحده، يستغل الثلاثه دول. هو ده المدرب اللي عنده مرونه، هو ده المدرب اللي بيقدر يغير. انا محتاج مدرب كبير، خلاص انا محتاج المرونه دي، ما شفتهاش مع كيروش بصراحه. يعني ما شفتهاش، دي حاجه في الحقيقه غريبه جدا بالنسبه لمستر كارلوس كيروش. طيب فاروق، بتشوف ايه المطلوب من المنتخب في بدايه ماتش غينيا بيساو؟ ايه المطلوب في المباراه؟ المفروض نعمل ايه بعد الالم اللي خدناه امبارح؟ ها، المفروض نعمل ايه في الماتش الجاي؟ لازم اغير الصوره قدام العالم كله، قدام جماهير اللي بتتفرج عليا، لازم انزل المباراه بضغط مكثف جدا هجومي بشكل كبير، لازم اظهر قدراتي الفنيه، لازم اعتمد على محمد صلاح بشكل افضل من كده، ما ينفعش يبقى عندي افضل لعيب في العالم وما استفدش منه. فلازم نغير الشكل ونغير الصوره، لازم يبقى في تنظيم في التحرك، ما ينفعش يبقى ده صوره مدرب موجود بقاله كذا شهر، او دي فرقه لعبت بطوله كامله كتجربه. فالشخصيه مهم جدا تظهر، خصوصا عندي فرصه كويسه جدا قدام منتخبين شفناهم في المباراه اللي لعبوها مع بعض اقل بكتير جدا من المنتخب المصري. فانا لازم من البدايه اظهر شخصيتي، من البدايه اقدر اسجل، عشان الماتشات دي لو ما قدرتش اسجل فيها في وقت مبكر هتصعب جدا عليك. عارف اللي ضايق يا فاروق؟ ان احنا عندنا لعيبه جامده والله، عندنا منتخب مميز. يعني مثلا ممكن لو حد يقول لك امكانياتنا كده، احنا يعني مش قد كده الكلام من ده، لا، انت عندك منتخب محترم، عناصر محترمه، منتخب يقدم على الاقل افضل من اللي هو قدمه طبعاً. على الاقل خالص افضل من ان انت ما تقدمش اي حاجه. طيب نادر، عايز اخد برضو منك رساله، او ايه اللي مطلوب من جماهير الكره المصريه بعد ما اتصدموا امبارح؟ حابب تقول لهم ايه، وازاي يقدروا يتفائلوا بالمنتخب خلال المرحله الجايه؟ اقول الكلام اللي الطبيعي، لازم كلنا نكون متمسكين بان احنا عندنا فرصه، ان احنا لسه عندنا فرصه ان احنا نتاهل. ما نعرفش نيجيريا ممكن ايه اللي يحصل معاها في الماتشين اللي جايين، بس شئنا ما بين هم يتاهلوا اول. أكيد. يعني لازم نعدل من الطريقه، مش هزيد على كلام فاروق في حاجه، ان احنا لازم نغير من شكلنا، لازم يكون عندنا شخصيه. لازم اكون انا نازل الماتش انا عندي شخصيه، انا منتخب مصر بطل التاريخ، صح، انا نازل بلغه الكوره هدوس في الملعب، انا نازل اكسب بواحد واثنين وثلاثه، ومش هكتفي بكده، وان انا لازم اتاهل. دي الرساله، واتمنى ان احنا خلاص، يعني هي صفحه واتقفلت، صفحه ماتش نيجيريا، نتمنى ان كلنا نطلع ما بنفهمش، وكيروش هو اللي بيفهم ويثبت وجهه نظره، لا عايز لا يفهم لا بس مش بنفس الطريقه. والله بجد، بس هو بياخد قرارات غلط. انا بقول لك يعني نتمنى ان احنا الناس كلها. انا بقول لك نتمنى ان في الماتش اللي جاي نطلع نقول له لا يا عم انت عندك حق، وهتعمل اللي انت عايزه بس نكسب. ونتمنى برضو نتحمل مسؤوليه مشوارنا في البطوله. احنا ضحينا بالمركز الاول، ضحينا بالمركز السهل اللي هيديك مشوار سهل لحد النهائي. انت دلوقتي مشوارك هيبقى صعب، لان انت مش منتظر ان نيجيريا تخسر او تتعادل ضد غينيا، فلازم تتحمل مسؤوليه المشوار اللي انت حطيت نفسك فيه في البطوله. بالظبط. والله احنا قدها، يعني احنا قدها، ونقدر لو اشتغلنا صح وحطينا اللعيبه في مكانها وقدرنا ان احنا نفكر شويه كمدير فني وكلام من ده، نقدر نوصل للنهائي كمان، مش بعيد يعني. نادر، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا واستمتعنا بتواجدك معانا النهارده. بشكرك شكرا جزيلا. سعيد جدا كنت معاك النهارده. احنا اسعد. فاروق، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا امير، انا سعيد ان انا معاك. انا اسعد، بشكركم شكرا جزيلا. كان ضيوفنا النهارده في الفقره الحواريه الهامه جدا فاروق عصام، محلل الكره العالميه، وايضا نادر شبانه، محلل الكره العالميه، اتكلمنا بشكل مفصل عن منتخبنا بالامس وايه المطلوب خلال المرحله اللي جايه. ان شاء الله خلينا نتفائل خير، خلينا لما ننتقد عشان نحاول نساعد المنتخب في انه يظهر بالشكل الافضل، وعندنا ثقه في اللعيبه. الثقه اتهزت شويه بصراحه في كيروش، لكن ان شاء الله باذن الله يفوق شويه كده ويقدر يعدل الامور، ونلاقي المنتخب بشكل مغاير تماما بدايه من مباراه غينيا بيساو يوم السبت القادم. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج السادسة، استنونا في حلقات أخرى جديدة من برامج قناة النادي الأهلي. إلى اللقاء.